فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام مسجد أصيب بكسر في قدمه فوضع عليها الجبيرة وبدأ يصلي بجماعة مسجده قاعدا لمدة شهر. قاعدا؟ نعم. إيه؟ نعم. لمدة شهر، فهل فعله مشروع؟ نعم، إمام المسجد الراتب إذا اعتل احتاج إلى القعود يقعد. الرسول فعل هذا صلى الله عليه وسلم. الإمام الراتب، الإمام الراتب الذي يرجى زوال عذره صلي قاعدا، لكن إذا بدأ الصلاة بهم قائما ثم عرض له العذر وقعد هم يتمون قياما خلفه، وإذا بدأ بهم الصلاة قاعدا يجب عليهم القعود، قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. نعم، هذا في إمام الراتب الذي يرجى زوال عذره. أما إمام ما هو براتب لا يصلي بهم مدة، أو إمام الراتب لكن مرضه مزمن لا يرجى زواله، هذا لا يجوز أن يؤم في الصلاة. نعم.